فعندما تخرجت فإذا بوزير المعارف السعودية يقوم بزيارة لتفقد الطلاب السعوديين في بلجيكا، فطبعاً عزمونا للسفارة وتكلموا يعني بعض الزملاء. في الأخير طلبت الكلمة من ضمن من طلب الكلمة يعني، وإذا بوزير المعارف يسأل أحد أعضاء اللجنة اللي هي مسافرة معه الأستاذ عبد المحسن المنقور. الأستاذ عبد المحسن المنقور كان مشرف على الطلاب السعوديين من أيام ما كنت أنا طالب في البعثة اللبنانية، البعثة السعودية في لبنان. فالظاهر قال له هذا فلان. قال مين هو هذا اللي بيتكلم كذا بجرأة؟ فقال له هذا فلان ولد فلان. قال طيب أنا بشوفه. عبد المحسن المنقور طلب مني مقابلة الشيخ حسن آل الشيخ في فندق نورماندي في بروكسل. فرحت وقابلته، وإذا بي وهذه كانت مفاجأة لي، وإذا الشيخ حسن يصدر قرار بتعييني ملحق ثقافي في باريس. بس وهذا ما كان، وهذه البداية يعني بداية عملي كملحق ثقافي في باريس. أنا حبيت باريس وما حبيتها، حبيتها لتاريخها وكذا، ولكن ما حبيتها لصخب الحياة فيها. وبعدين يعني حسيت أني أنا غريب في باريس، فطلبت نقلي من باريس، فاختاروا لي ألمانيا. فظليت في ألمانيا 6 سنوات تقريباً، وفي باريس 2 سنين أعمل في السلك الثقافي الدبلوماسي. خلال وجودي في ألمانيا رشحت لي أكون رئيس بلدية المدينة المنورة، وجيت وصلت المملكة وإذا بالمعاملة معاملة ترشيحي تتغير بقدرة قادر من رئيس بلدية المدينة المنورة إلى مدير عام الإذاعة السعودية. ومن هنا دخلت الإعلام. جيت الإذاعة أنا وأكثر عناصرها الحقيقة يعني ما هم ذوي تخصص، فآثرت أن أبني من جديد وأكون سبب في ابتعاث كثير من العناصر الإذاعية إلى أمريكا وإلى غير أمريكا حتى يرجعوا مسلحين بالعلم و بسد الثغرات الاحترافية في العمل الإذاعي.